يهزينك. يلا المجموعة الثانية. دبش. يلا بسرعة. يلا المجموعة الثانية. والله العظيم. والله ودي. ها تعال تعال عبد الله الروقي أول واحد. عبد الله الروقي أول واحد. الله يبعد يبك. عبد الله الروقي. من معك يا عبد الله؟ عبد الله بعد بس عبد الله مين؟ شمري. عبد الله مين؟ كيرعاني. عبد الله مين؟ كيرعاني. عبد الله كيرعاني تعال. ارحم. المتسابق الثالث والاخير. والله يا عبد الله. والله يا عبد الله. ها؟ عبد الله مين؟ اذا نلق عبد الله الشمري اكحلان. يلا اكحلان. اعطونا دور السعاده. التليفون مع السلامه. سلم يا صغير حبيب. ممدانا. ممدانا بسرعة. الله يسامح اللي طلع أحمد العوار. يلا أعطونا الدوار. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت. وقف. وقف راحت عليك. مالك أي شيء حظ أوفر. والله مرة. عبد الله كرعاني. يلا اختار. بسم الله. وقف. وقف راحت عليك ايضا. الله يستر عليك. الله يعزك. عبد الله الشمري كحلان. يلا كحلان. يلا اذا كنا عبد الله كيف تدفع علينا. بس وقف. وقف دربك خضر. دربك خضر. تاخذ حصانه يوم يوم. مينا من الخصم. تاخذ اي على طول تاخذ حصانه من اي واحد. دربك خضر الخصم ولا؟ اي نعم. اذا جاء حصان ياخذ حصان يعني ما يجي خصم. راحت عليك خصم واحد بس. اول خصم عليه. لا 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 راحت عليك اطلب الله. دربك خضر من خصم واحد ولا الخصومات كلها؟ لا خصم واحد بس. خصم مرة. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. اسئله البديهيه تعتمد على السرعه و300 سهم. السؤال الاول كم ثانيه في الدقيقه؟ اصبروا ابدا. في فار في فار. نعم في فار. هدوء شباب. ارجع للفار. انا ما اسوي شيء. وتكملت السؤال في الثانيه الواحده. في الدقيقه الواحده. عبد الله الشمري 60. 60 ثانيه. اجابه خاطئه. في الدقيقتين مو سد ذا. والله ما شاء الله. حسب دقيقه. حسب دقيقه. ضغطت انا والله. إذن السؤال الثاني يقول أول سالب 300. ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ سم. عدوك سم. يكتب ولا يقرأ. يكتب ولا يقرأ. بسرعة. اللهم صل على محمد. إذن سالب 300. قلم 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 قلم. روح عيش. ما عشان عشان ما هم معي. تعال تعال. إيه اثبت له. تكفى اثبت له. اثبت له شوي شوي. اثبت له. صدقني صدقني صدقني. القلا ما القلا. قسما بالله اني توقعت. والله القلا. بس يوم قلت سم ورد انا ابو البلا. والله ابو البلا اني داري انه القلا. قل يلا بالجنة. والله اني داري انه القلا. يلا لكن السؤال الاخير. السؤال الاخير. والله الربع يا الاسئله اليوم انا اتوقع انها سهله 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 مره. سالف 300 عبد الله الروقي طبعا. وسالف 300 ايضا الحبيب عبد الله الشمري. القلم واضح. باقي عبد الله الكرعاني يمكن ياخذ سالف 300 يمكن. لا لا تاخذ ان شاء الله سالف. باذن الواحد احد. السؤال عدد اذا ضربته في اي عدد يعطيك صفر. عبد الله الصفر. الصفر 300 عوض سريع. جميل. عبد الله يعوض. اعطوا تحيه يا عيال. الله لا تحيه تحيه يا جبنا. اعطونا المجال. اعطونا بالله يا شباب اذا جاوب واحد منا شجعونا. تكفون. اعطونا المجالات. اختار يلا يا عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اسلاميات. اسلاميات. الوضوء والصلاه. الروقي. كرعان. ادب ولغات وحروف. ادب ولغات. الكرعاني. اقتصاد. او اقتصاد حبيبنا. هذه فيها بديهيه كذا صح؟ السؤال الأول يقول بديهية بديهية في إسلاميات. اسرع شيء. كم عدد طبعا 400 إما بالإجابة أو بالسالب. كم عدد. هدوء تكفون يا شباب. مصلط جيب لكم شاهي طال عمرك.
طيب السؤال يقول كم عدد ركعات العشاء مع عدد حلوين من الأول؟ أنا من الأول؟ أنا شفت عبد الله الكرعاني. دقيقة ها كم؟ مين عبد الله الكرعاني ولا عبد الله الشمري؟ والله الشمري الشمري عبد الله ما سنة ولا بدون ما أدري أربع إجابة خاطئة ثمان يا رجل ثمان مع العصر. السؤال يقول كم عدد ركعات العشاء مع عدد ركعات العصر؟ أقسم بالله أنا ثمان. إذا سالب 400 لكحلان. دربك خضر يا رجال. شيل الخصم. شيل الخصم. شيل. ما كمل. أقسم بالله كشتبت كذا. لا يلا شيل الخصم. كحلاني شيل السالب 400. شلتها يا وليد. تمام. يلا السؤال. بديهيا. لا الحين في الأدب واللغات. بديهي بعد ولا إيه؟ ولا. بديهية ما هي حروف العلة في اللغة العربية؟ لغة عربية ما حد يعرف الربع. لا تقول شيء. إذن انتهت الإجابة. لعل عسى لعل صار وكان حروف ألف حروف. طيب السؤال يقول في الاقتصاد في العملات ما هي عملة دولة الإمارات؟ عبد الله الدرهم إجابة 400 عبد الله العظيم من هالدرهم. أعطونا المجالات يا سلام يا عبد الله تنفس عبد الله الصعداء عوض عن الأسبوع الحين ب600 ها الحين ب600 نعم اللهم صلي على محمد إسلاميات وضوء صلاة إسلاميات الروق يرجع لها أيضا يلا كنعاني وش ديك تاريخك تاريخ عظماء يعني عظماء شخصيات في التاريخ لا عطنا طال عمرك ايش كيف علم تطبيقات ايش يعني علم تطبيقات وش عندهم عندهم رز وعندهم اداب شلون ايش عندهم خلاص لا انا قصدي يعني وش يلا يلا عاد ادب ولغات ادب ولغات كرعاني شيء تعال ولا شيء تقل اقتصاد عملات اقتصاد كحلان السؤال يا عبد الله ولك الحق في الحذف او يعني ترك السؤال زي ما هو يقول كم مره ذكرت الصلاة في القرآن الكريم 100 مرة 200 مرة 300 مرة 400 مرة احذف إجابتين 100 أو 200 100 إجابة أحد يعرف ها ما لقى خطأ إجابة صحيحة يا عبد الله 300 والله مش عارف الإجابة السؤال لحبيبنا أدب ولغات كلمة تبدأ بحرف التاء وتعني شعور الاتصال عن بعد بالفكر هل هي تظاهر تخاطر تخاطب تمييز كلمة تبدأ بحرف التاء وتعني شعور الاتصال عن بعد خلاص بالفكر خلاص شعور اتصال بالفكر عطني إياها تظاهر تخاطر تخاطب تمييز زنتين تظاهر أو تخاطر تظاهر أو تخاطر تعني الشعور بليش شعور الاتصال الاتصال شيء كلمة الاتصال بالفكر يعني طيب وش الكلمة كنا تظاهر أو تخاطر تخاطر أو تظاهر تظاهر أصبر يا أخي تظاهر أو تخاطر بسرعة أصبر اتصال بالفكر أنت الوقت عبد الله سولف عبد الله ما في أسئلة تخاطر هذي هرج يا عيال ما اختار إجابة اخترت يا أبو البراء والله تظاهر خطأ هي تخاطر وادي تخاطر هي أصلا عبد الله سؤالي واضح يعني السؤال عدته مرتين خاطر عبد الله حبيبي السؤال عدته مرتين والإجابة عدته مرتين وفتحت لك مجال أكثر من 30 ثانية تمام السؤال يقول حبيبنا كحلان كم تبلغ قيمة الروبل الروسي مقابل الريال السعودي 0.049 0.62 0.80 ريال وفاصلة 50 كم تبلغ قيمة الروبل الروسي مقابل الريال السعودي أعطونا الوقت 0.049 0.62 0.80 1.50 أحذف الكنتين طيب 0.049 ولا 0.62 ألولا إجابة صحيحة يا حبيبنا عبد الله و300 سهم أعطونا الاتصالات أعطونا الاتصالات حلو عليا السلام عليكم ورحمة الله يا عليا
عليا. ايوه عليك. حياة الله، ارفعي لي صوتك يا عليا مره عشان اسمع، لان السبيكر بعيد مني مره، وانا ثاني مره ابغاهم يجيبونه هنا. يلا عليا، من وين تكلمينا يا عليا؟ من الرياض. من الرياض، حياة الله يا عليا، ان شاء الله تقدرين تجيبينها باذن الله. السؤال الاول جاهزه؟ جاهزه. يلا بسم الله. لماذا لا لماذا يفتح السمك انفه باستمرار؟ بحاجه للتنفس. صحيح صحيح. طيب ما اسم المكون الطبيعي الذي يصنع منه الزجاج؟ المكون الطبيعي 46 ثانيه. اللي بعده. ما هو اليوم الذي خلق فيه سيدنا ادم عليه السلام؟ بسرعه بسرعه. ايش اللي بعده؟ اين يوجد عضو البنكرياس؟ في الكبد. خطا. ما هو الكائن الاكثر تحملا للعطش؟ اللي بعده. من هي ام البشر؟ حواء. طيب ما هي عاصمه تركيا؟ اسطنبول. خطا، هي انقره. اذا اجابت على سؤالين كم؟ 400 سهم يا عليا. تمنيت يعني الاجابات كانت سهله مره، سهله جدا جدا، ولكن عليا يمكن من الارتباك. عليا تسمعيني؟ ايوه. عبد الله الروقي وعبد الله الكرعاني وعبد الله الشمري على المسرح، من تودين له ال 400؟ عبد الله الروقي. عبد الله الروقي و 400 سهم لعبد الله الروقي. عبد الله الروقي ياخذ ال 400 سهم. اعطونا النتائج. يستاهل؟ لا بس قالوا فيها اجابتين لجاوبتها. اذا عبد الله الروقي يحصل على 1100 سهم، تبارك الله ما شاء الله. الكرعاني صفر، وعبد الله الشمري يحصل ايضا على صفر سهم. بالتوفيق، شكرا لكم. جاوبت على حق الجمعه وحق والله. عبد الله الروقي يقول اتمنى